مشاهدينا ننتقل مباشرة إلى مجلس النواب للاستماع إلى كلمة النائب حسن فضل الله بعد اجتماع لجنة الإعلام والاتصالات. هلا دقيتوا لي ونزلوا جاهزين. احسنت. جاهزين؟ يعطيكم العافية جميعا. عقدنا اليوم جلسة في لجنة الإعلام والاتصالات بحضور وزيري الاتصالات والإعلام وأيضا السادة النواب وممثلين عن الإعلام المرئي في لبنان وأيضا المجلس الوطني للإعلام. هذه الجلسة مخصصة لما هو معروف إيقاف بث قناة المنار عن القمر الاصطناعي العربي عربسات. ناقشنا على مدى ساعتين تقريبا هذه القضية التي سبق لنا في جلستين ماضيتين أن ناقشنا العلاقة بين الدولة اللبنانية وإدارة عربسات على ضوء القضية الأولى التي ناقشناها وهي قضية الميادين. اليوم في هذا الاجتماع نستطيع أن نقول أن الدولة اللبنانية كانت حاضرة من خلال المجلس النيابي الذي هو المؤسسة الأم والحكومة وأيضا الإعلام اللبناني، فكل المعنيين بقطاع الإعلام وقطاع الاتصالات لجهة نقل الصورة كان في هذه الجلسة. سأتحدث عن جو النقاشات ثم أخلص إلى القرارات المبدئية أو خلينا نقول المواقف المبدئية للجنة والخطوات العملية التي اتفقنا عليها بالإجماع. استمعنا إلى طبيعة هذه القضية والأسباب التي تذرعت بها الجهات التي اتخذت القرار بإيقاف المنار، فتبين أن هناك حلقة تلفزيونية بثت في شهر نيسان ينتقد فيها ضيف على الهواء مباشرة الملك السعودي، ورد المقدم البرنامج بحيث باللجنة كلنا اتفقنا أنه المنار قامت بواجبها المهني في هذا السياق، ومعروف أنه البرامج المباشرة لا يمكن يعني ضبطها على الهواء، لكن عادة على القناة أن تقوم بدورها المهني في هذا المجال. وطلعنا أيضا على تصريحات وزير الإعلام السعودي الذي تبنى باسم دولته قرار إيقاف الميادين والمنار، وناقشنا بإسهاب كل الجوانب المتعلقة بهذه القضية من النواحي التقنية المهنية السياسية التجارية، ويعني خلصنا إلى مجموعة من المبادئ، وبقول هاي المبادئ بإجماع الحاضرين سواء الوزراء أم وسائل الإعلام أم النواب. في المواقف المبدئية، أولا إيقاف بث قناة المنار على عربسات هو قرار سياسي يستهدف حرية الإعلام في لبنان، وهو يشكل انتهاك للسيادة اللبنانية واعتداء على ميزته وفرادته كبلد للتنوع وبلد للحريات، ولا يمكن إخضاع هذا الإعلام لما يخضع له الإعلام الموجه والأحادي الاتجاه السائد في بعض الدول بخاصة الدول التي مارست ضغطا على عربسات لإيقاف بث هذه القناة. 2. إن ما جرى يشكل تهديد للإعلام اللبناني برمته، فهو ليس قضية تتعلق بوسيلة إعلامية محددة. صحيح أن هذا الاستهداف هو لوسيلة معينة، لكن الجميع في الجلسة وبخاصة ممثلي وسائل الإعلام نظروا إليه باعتباره تهديد لكل حرياتهم، كل حرياتهم الإعلامية. ويتم التعامل مع هذا القرار على أنه حلقة من سلسلة حلقات الاستهداف لهذا الإعلام من قبل بعض الدول النافذة لإسكات صوت الإعلام الحر. بشير هون إلى أن عدد من ممثلي وسائل الإعلام طرحوا ما أصابهم في السابق من إيقاف لبث قنواتهم لأسباب متعددة سياسية وتجارية، وتبين أن الكل يعني استهدف في السابق، وهذا سيف مسلط على الإعلام اللبناني اللي هو سيف إيقاف البث عن الأقمار الاصطناعية. ثالثا، هذا القرار
وبعد دراسة الموجبات القانونية للعقود الموقعة بين الدولة اللبنانية وعربسات وبين المنار وعربسات، هذا القرار بإيقاف البث هو خرق للعقود الموقعة مع الدولة اللبنانية ومع القناة المستهدفة من قبل من اتخذ القرار في عربسات بناء على الضغط السياسي المسبق. والمنار لم تخالف شروط العقد، والحلقة المشكو منها وهي انتقاد الملك السعودي غير مبرر على الإطلاق اعتبارها سببا لإيقاف البث، بخاصة أن قناة المنار قامت بواجبها المهني أثناء بث الحلقة على الهواء مباشرة. إن القرار لم يخضع للآليات المعتمدة في عربسات، والذي هو مؤسسة استثمارية بين الحكومات العربية، ولبنان مستثمر في هذه المؤسسة كشريك، فلم يتم اختار الجهات المعنية بلبنان في لبنان بهذا القرار، وبالتالي هو تعدي على القوانين الضابطة لعمل عربسات من خلال صرف نفوذ سياسي لاتخاذ هذا الإجراء. إن الانسحاب من جورة البلوط، من بث ترددات من جورة البلوط، هو خارج سياق العلاقة بين الدولة اللبنانية وبين عربسات، وهو أيضا انتهاك لصلاحيات الجهات الأساسية في عربسات، الجمعية العمومية ومجلس الإدارة، ويضر بمصالح الدولة اللبنانية. وكان إيقاف البث من جورة البلوط مقدمة لمثل هذه الخطوات، وقد لحقت بالدولة اللبنانية أضرار مادية ومعنوية جراء هذا القرار. هم بين هلالين بقول نحن أبلغنا من قبل وزير الاتصالات بأنه عندما أوقفوا البث كانوا يتصرفون بطريقة خارج إطار القوانين الضابطة للعلاقة، أو خارج إطار العقود الضابطة للعلاقة بين وزارة الاتصالات وبين إدارة عربسات، وبالتالي هذا القرار خارج الأصول المعتمدة في العلاقة بين الدولة اللبنانية وعربسات. في أيضا المبادئ التي اتفقنا عليها في الجلسة أن المنار وأي قناة تبث من لبنان، قناة مرخصة في لبنان، أن المنار والقنوات اللبنانية هي محطات لبنانية مرخصة تخضع للقوانين اللبنانية، وبالتالي لا يمكن إخضاع ما يبث على هذه القنوات لإجراءات دول أخرى. إذا كان هناك أي التباس أو إشكال، لدينا في لبنان قوانين مرعية الإجراء، مع التأكيد أن المنار في القضية المثارة لم تخالف حتى القوانين اللبنانية المرعية الإجراء. ما جرى بالنسبة لوسائل الإعلام يشكل تهديد للمستقبل، بأنه عندما تتعارض وجهة نظر القناة أو تتعارض وجهة نظر ضيف على الهواء مباشرة مع هذه الدولة أو تلك الدولة، إذا كانت تملك نفوذ على الأقمار الاصطناعية، فإن هذا مدعاة لإيقاف بث هذه القنوات. جرى التشديد على أهمية إبقاء هذه الأمور في إطار القوانين اللبنانية، هذا ما ينص عليه دستورنا وما تنص عليه قوانيننا. من المبادئ التي اتفقنا عليها أيضا أن الدولة اللبنانية رغم ما تعانيه هذه الأيام من صعوبات، معنية بشكل مباشر بالقيام بخطوات عملية، وليس الاكتفاء فقط في الموقف التضامني. وهذه الخطوات يمكن لوزارة الإعلام ولوزارة الاتصالات أن تقوم بها من أجل حماية الإعلام اللبناني. هذا على مستوى المبادئ العامة. في التوصيات المتعلقة بالإجراءات العملية هناك شقين، شق تقني وشق قانوني اتفقنا عليه داخل اللجنة. في الشق التقني العمل من أجل إخراج الإعلام اللبناني من تحت سلطة الابتزاز التي تمارسها بعض الدول النافذة على الأقمار الاصطناعية، وخاصة في على عربسات. واتفقنا على أن تقوم وزارة الاتصالات بالتعاون مع وسائل الإعلام اللبنانية بدراسة هذا الأمر. وفي شيء انطرح طبعا تقني له علاقة بكيفية البث عبر الأقمار الاصطناعية، جرى الاتفاق على خطوات عملية من خلال تعاون بين وزارة الاتصالات ووسائل الإعلام اللبناني. ثانيا بالإجراءات، أن يتقدم لبنان بطلب عاجل
لعقد جمعية عمومية استثنائية لعرب سات من أجل درس هذه المخالفات التي ارتكبت بفعل القرار السياسي الذي اتخذ لوقف بث قناة المنار. ثالثا، الطلب من ممثل لبنان لدى جامعة الدول العربية القيام بالاتصالات اللازمة، لأنه معروف أنه عرب سات مملوك لجامعة الدول العربية، وبالتالي هذه الجامعة هي سلطة الوصاية على إدارة هذا القمر العربي، ولبنان من الدول المؤسسة في جامعة الدول العربية، ولا يمكن أن يستهتر به بهذا الشكل أنه يتخذ قرار بحق قناة إعلامية أو بأي أمر آخر وهو جزء من الجامعة العربية، وقلت هو من المؤسسين وما تم لا إبلاغه لا تم يعني على الأقل التواصل معه، قلت هذا يشكل استهتارا بالدولة اللبنانية. نحن بنعرف وضع دولتنا وبقول ما تعانيه هذه الأيام من مشكلات، لكن هذا لا يعني على الإطلاق القبول بهذا الأمر، بخاصة أن واحدة من المبادئ الأساسية التي أجمع عليها الجميع أنه هذا موضوع سيادي يتعلق بسيادة الدولة على إعلامها، والكل كان عم يقولوا أنه إحنا ما فينا نستهين بمثل هذا القرار اللي بشكل أنه اعتداء على علينا جميعا وبالتالي انتهاك لسيادتنا. رابعا، سيتتولى وزارة الإعلام عقد اجتماع عاجل بين ممثلي وزارة الإعلام، يعني بين ممثلي عفوا وسائل الإعلام المرئي، مع وزارة الاتصالات، مع رئيس الحكومة لمناقشة هذا الأمر ولقيام رئيس الحكومة بالخطوات المفترض أن يقوم بها على ضوء النقاش اللي بدنا يعملوه مع رئيس الحكومة، مفترض هاليومين يصير اللقاء، طبعا هذا على عهدة وزير الإعلام، وإذا كانت الحكومة الآن لا تجتمع لمناقشة هذه القضية، على الأقل في رئيس حكومي، في وزير إعلام، في وزير اتصالات بيقدروا يجتمعوا مع ممثلي وسائل الإعلام وبتنشرح القضية مع رئيس الحكومة الذي بدوره يستطيع القيام بالاتصالات اللازم. الأمر الآخر، هناك اتصالات يفترض أن تبدأها وزارة الإعلام ووزارة الاتصالات مع الجهات المعنية في مجلس إدارة العرب سات. اليوم يرأس مجلس الإدارة مندوب عن دولة الكويت، وللبنان علاقات طيبة جدا مع دولة الكويت، سيتولى وزير الإعلام القيام باتصالات في هذا الشأن، وأيضا ستتولى وزارة الاتصالات القيام بدورها مع مجلس إدارة العرب سات ومع الجمعية العمومية. هذه هي تقريبا الخطوات الأساسية التي أوصت بها اللجنة، ومنقول الحمد لله هذه التوصية جاءت أيضا بالإجماع حتى مع الوزراء ومع ممثلي وسائل الإعلام ومع الكتل المشاركة في هذا الاجتماع. هذا عم نشوف إذا بعد في أمور أخرى، طبعا أي في بالتوصيات أن يبادر لبنان إلى تقديم شكوى للاتحاد الدولي للاتصالات على أمرين. الأمر الأول المتعلق بطريقة التعاطي مع البث من جورة البلوط، والأمر الآخر إيقاف بث القنوات التي تبث من هذه يعني من هذه البلد، يعني كان قبل الميادين واليوم المنار، وهذه الشكوى مفترض أن تتابع من خلال الجهات المعنية في الدولة اللبنانية. هيدا إجمالا اللي اتفقنا عليه باللجنة. هلا الإجراءات القضائية التي ستلجأ لها قناة المنار، هذا يعني القناة هي بتقوم فيها، لأنه تبين أنه العقد يعني في خرق فاضح لإله. بس هون بذكر واللي حكيناه قبل وقت قضية الميادين، أن العقد يقول إذا حصل نزاع تتم تسويته وديا خلال 3 أشهر، وإذا ما اتفقوا وديا في جهة تحكيمية بالقاهرة بتقوم بهذا العمل. طيب هذا كله لم يحصل، يعني لا الدولة اللبنانية مع خبر، القناة فورا أبلغوها أنه أنتم من 7 أشهر بثيتوا حلقا، ولا أني يعني مثل بيقولوا استفاقوا بعد 7 أشهر، لأنه كما قلت هذا قرار سياسي. على كل حال الإجراءات القانونية والقضائية تقوم بها القناة، و
كل من كان حاضر في الجلسة عرض أنه هو حاضر للمساهمة بأي شكل من الأشكال لمساعدة القناة في هذه القضية من النواحي القانونية والقضائية. فشكرا. هذا اللي احنا كنا نسعى يعني ما ستقوم به المنار هو يعود للمنار، ولكن أيضا على مستوى الدولة، دولة متضررة كما تفضلت على المستوى المعنوي وأيضا على المستوى المادي، معنويا بما يتعلق بالسيادة وماديا تفضلت بأنه هناك أموال يمكن تقدر تحصل. شو هي الاجراءات اللي ممكن تاخذها الدوله؟ يعني لوين ممكن تروح؟ هلا اذا بدي احكي بالشق المالي، رغم المعنوي اذا بدي احكي بالشق المالي، انطرح هذا الموضوع وقلنا انه ممكن هن يتجاوزوه، بيبعثوا تشيك بالاموال يعني اذا للدوله اللبنانيه. في خسائر كبيره بملايين الدولارات على الدولة اللبنانية، في ديون على عربسات، وفي خسائر بموقع جورة البلوط لأنه هذا بني ودفعت استثمارات باتفاق بين باعتبار لبنان مستثمر، باتفاق بين وزارة الاتصالات وإدارة عربسات أنه بنبني جورة البلوط بهاي المواصفات من أجل البث منها عبر هذا القمر. تم إلغاء البث بهذا القرار طبعا دون العودة للجمعية العمومية، دون تشاور مع الدولة اللبنانية، وفي خسائر كبيرة وفي ديون، لكن احنا ما دخلنا الى هذا الشق لانه القضية قضية سياسية مش قضية مالية، وانت بتعرف الدولة النافذة في هذا الموضوع، اذا قضية كم مليون دولار للدولة اللبنانية بعطولون يون، فما بدنا ناخذ القضية بهذا الاتجاه. لكن في مسؤوليات على الوزارات المعنية، وهن أكدوا أنهم يعني يقومون بما عليهم أن يقوموا به من الإجراءات القانونية والإجراءات العملية الأخرى من أجل الدفاع عن مصالح الدولة اللبنانية. في أمرين طبعا متلازمين، في مصالح للدولة بموقع جورة البلوط، وفي الإعلام، والدولة معنية باثنين لأنه أيضا الدولة معنية بالدفاع عن إعلامها وعن حريته وعن سيادته، وهذا كان برجع بقول محل توافق عند الجميع. سؤال، يعني الخطوات اللي تم الاتفاق عليها هل هناك إطار زمني لها؟ مفترض خلال أيام. طبعا الموضوع التقني يحتاج إلى بعض الوقت لتحرير الإعلام اللبناني من سلطة النفوذ السياسي الخارجي المتحكم بعربسات، وهذه مفترض بالتواصل اللي بده يكون بين الوسائل الإعلامية ووزارة الاتصالات. الخطوات الأخرى الاجتماعات واللقاءات متدرجة، يعني في اليومين المقبلين في مزيد من التحركات في هذا الشأن. ما حطينا يعني بهاليوم بدنا نعمل هيك، لأنه في شيء مثلا أعطي مثال، إذا بدنا يعملوا لقاء رئيس الحكومة والوزراء بدنا ينطروا ليشوفوا الأوقات المناسبة، سألنا نحن خلال اليومين المقبلين، لأنه هاي القضية ما في إمكانية للسكوت عنها أو لطيها. بس نحكي عن تحرير القنوات اللبنانية من سطوة أي دولة كانت على حريتها وبثها، يعني شو عمليا شو عم نقول؟ في بدائل أخرى البحث عنها. في شيء خطر انطرح وبدي اذكره هون، انه قال اليوم تم ايقاف هذه القناة، بعدين ما بنعرف مين بيستهدفوا، بعدين على الانترنت ما بنعرف مين بيستهدفوا، في الوقت الذي تفتح فيه كل الفضاءات وخصوصا على الانترنت لداعش ومثيلات داعش، انه بالوقت ليسمح لهذا الفكر التكفيري الإرهابي المتطرف اللي عم يصيب بشروره الجميع، يسمح له بأن ينتشر بطريقة واسعة عبر الأنترنت. هناك من يضيق الفضاء على الإعلام الحر اللبناني من أجل منعه من إيصال صوته. جرى نقاش بهذا الموضوع، كيف فينا نحمي هذا الإعلام؟ وأنا اللي بقول لكم اللي طرح هذا الموضوع يعني من قبل ممثلين عن وسائل الإعلام كان تحت عنوان كيف نحمي هذا الإعلام لأنه في خطر عليه. بالوقت لداعش تتمدد إعلاميا وتعطى التسهيلات في الكثير من الدول في محاولة لإسكات الصوت اللبناني الإعلامي الحر. يعطيكم العافية وشكرا لكم. إذن مشاهدينا استمعنا إلى نائب حسن فضل الله بعد اجتماع طارئ للجنة الإعلام والاتصالات تناولت موضوع إيقاف بث قناة المنار عن عرب سات. اللجنة اتفقت أن هذا القرار قرار سياسي يستهدف حرية الإعلام في لبنان وينتهك سيادة لبنان، وأن ما جرى يهدد الإعلام اللبناني برمته، وأيضا أن القرار هو خرق للعقود الموقعة مع الدولة اللبنانية ومع قناة المنار. تحدث فضل الله
الله أيضا عن عدد من المبادئ، منها أن المنار وأي قناة لبنانية مرخصة تخضع للقانون اللبناني وحده ولا يمكن إخضاعها لإجراءات دول أخرى، وأن الدولة اللبنانية هي المعنية بالقيام بخطوات عملية يمكن للوزارات المعنية القيام بها من أجل حماية الإعلام. أما بالنسبة للتوصيات والخطوات اللاحقة فمنها العمل من أجل إخراج الإعلام اللبناني من سلطة الابتزاز، أي يتقدم لبنان بطلب عاجل لاجتماع للجمعية العمومية لعرب سات لإعادة النظر في هذا الموضوع. الطلب من ممثل لبنان لدى جامعة الدول العربية أيضا النظر في هذا الموضوع، وستتولى وزارة الإعلام عقد اجتماع بين ممثلي وسائل الإعلام المرئية ورئيس الحكومة. أيضا المطلوب من وزارتي الإعلام والاتصالات القيام بالاتصالات اللازمة في هذا الموضوع. المزيد من التفاصيل في نشرة بيروت اليوم بعد قليل، كونوا معنا.